يقول السائل: قرأت عن بعض العلماء أن الشخص الذي له دين لا يجب عليه إخراج الزكاة على هذا الدين بحجة أن هذا الدين قد يطول سداده وإرجاعه، وهذا يسبب تعسير صاحب الدين الذي سوف يخرج زكاته كل عام، فهل هذا صحيح؟ العلماء رحمهم الله فصلوا في الديون: الدين الذي على ملي يقدر على السداد إذا طلبته منه هذا يجب عليك تزكيه كل ما تم عليه سنة، سواء قبضته أو لم تقبض، لأنك واثق من رجوعه إليك لأنه عند ملي. أما إذا كان الدين على مفلس، على مفلس معسر أو على مماطل ولا تقدر أو لا تدري هل يرجع إليك أو ما يرجع، فهذا لا تجب فيه الزكاة حتى تقبضه، إذا قبضته تزكيه عن سنة واحدة. نعم.